أهلا أهلا، السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم بشارككم وصفة كيكة الزعفران اللذيذة اللي كلنا نحبها، تكفي من شخصين إلى 3 أشخاص، تنفع للناس اللي يدورون على وصفات بكمية قليلة. إذا حابوا تسويها لك ولأمك أو لك ولزوجك أو لك ولأختك أو لصحباتك. نبدأ بالمقادير. في وعاء أضفت بيض وملعقة صغيرة فانيلا، ربع كوب سكر، ثلاثة ملاعق كبيرة زبادي، وملعقتين زيت، رشة من خيوط الزعفران مع ملعقة موية. الحين أضيفها على الخليط ونخلط مرة كويس. والآن أنخل نص كوب دقيق وأضيف عليها نص ملعقة بيكنج باودر ورشة ملح ونخلط. حسيت الخليط ثقيل شوية فأضفت ملعقتين موية. رح أطبخها في هذه الأوعية الصغيرة، أدهنها بشوية زيت وأرش عليها الدقيق وأشيل منها الزايد، والخطوة هذه مرة ضرورية عشان لا يلصق معاكم الكيك. وأصب عليها خليط الكيك وأدخلها الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، وبس نحمرها من فوق شوي وكذا الكيكة بتكون جاهزة. بس ندخل عليها عود أسنان، إذا طلعت نظيفة يعني هي مستوية تماما. أخلي الكيكة تبرد على جنب ونسوي التشريبة للكيك. رح نحتاج إلى 1/3 كوب سكر، نضيف عليها 1/3 كوب موية ساخنة عشان نذوب السكر. أخلطه شوي وأتأكد أن السكر ذاب تماما. بعدها أضيف عليها 2 كوب حليب سائل وملعقتين صغيرة فانيلا سائلة كمان. رح أضيف رشة من خيوط الزعفران ورشة من بودرة الزعفران، 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. ونخلط مرة كويس. أخليها شوية تبرد في الثلاجة ونجي نسوي الكريمة. في وعاء ضفت ظرف دريم ويب وملعقتين حليب بارد، فوقها مرة كويس. لين يصير معانا بهذا الشكل أخليها شوية تبرد في الثلاجة، وبعدين نرجع للكيك ونشيل الطبقة الزايدة من الكيك من فوق. شوفوا الكيكة كيف ما شاء الله طرية ومرة مرة لذيذة، حتى بدون تشريبة بدون الكريمة هي لذيذة كذا تنوكل. نجي نطلع الكيكة ونحطها بالصحن
أحاول أشيل الزايد من الدقيق، وبس الحين نخرم الكيكة مرة كويس بشوكة أو بعود أسنان ونسقيها بالتشريبة اللي سويناها. نرجع للكريمة ونحطها بكيس عشان يسهل علينا نزين من فوق الكيكة. وبس زيني بالشكل اللي حابته، تفنني، سوي اللي تبغين. آخر شيء أضيف لها شوية خيوط زعفران من فوق. بس هذه كيكتنا الحلوة الجميلة جاهزة. يومي ووقت التقديم نسقيها بالتشريبة. أنا أحبها أن تكون مشربة من تشريبة الحليب هذه، مرة أحبها تكون مشربة. حتى أنه أحسن شيء أنكم تسوونها قبل بيوم، يعني تسوونها بالليل وتشربون الكيكة بالتشريبة الحليب هذه، وبس وقت التقديم تزودوا كمان من التشريبة، وبس تاكلونها مرة مرة طرية ولذيذة. وبالعافية عليكم حبايبي.